مشاهدينا الكرام أحييكم أينما كنتم. ما زالت حملتنا متواصلة لحد الساعة، قد ندور في شوارع مدينة تيارت وندو بعض آراء المواطنين لهذه الحملة اللي هي ما تسبش ربي. إذن ماذا بكم جمعنا كامل. السلام عليكم الأخ الكريم، رانا دايرين حملة ما تسبش ربي في شوارع تيارت، نقول لنا كلمة. كلمة ما مش مليحة هذه، تعسب تعسب رب العالمين، مش مليح، حرام عليهم. باش ربي في شوارع، شنو تقدر تقول لنا؟ أنا نقدر نقول لهم ربي يهديهم هذو اللي يسبوا ربي، فهمني؟ دوك ربي هو عاطيك عينين تشوف بهم، عاطيك صحة، عاطيك بزاف صوالح وتسبه، فما بالك صافي راهي حية كبيرة، وراهي كيما نقولوا راه كي تسب ربي راك خرجت من منا، راه كفر هذا، فهمني؟ تسب في خطك. وبزاف صوالح فاني منها احترام. دوك الناس ما تنجم تخرج مع امك، ما تنجم تخرج مع اختك، ما تنجم تخرج مع الزوجه تاعك، فهمتني؟ ولا ولدك ولا ولد اختك، راك شايف؟ دوك الناس ماهيش تحشم، فهمني؟ هذا نقص تربيه، دوك الواحد كي يطيح الربي نقص تربيه، راك فهمني؟ وفيها بزاف صوالح سيرتو في الدين، لاخاطش الناس راهي حاسبتها غير ساهله، تا دوك واحد كون يطيح لك ما تبغيش، فما بالك هذا رب، راك فهمني؟ حاجه عظيمه. أيا هما دايرين ها لعب، فهمني؟ دوك هذا من المنبر واحد يوصي هذو الناس ما يطيحش بالرب، يكون انسان محترم متربي، فهمني؟ هذه اللي نقولها وربي يهديهم ان شاء الله. هذه هي ربي. ولاو الناس ما تحشمش، ما يعرفوا واحد قاعد مع والدي، ما يعرفوا واحد قاعد مع امه مع بويه، يطيحوا، ما يعرفوا وقت صلاه، ما يعرفوا وقت نقولوا قيس الفطور، قيس كل قيس الطياح، تهدر معاهم ما في خير، لا تهدرهم ماك في خير، نزحفوا ليهم، نذبذوا معاهم، رانا نزحفوا فيهم مساحفة، هذه من قلة التربية، بعينا نهدروا فيهم باسكو يكون جاي يحترم والدي ما يطيحش عند تيوخ الناس، هذه من قلة التربية، شنقولوا الله يهديهم، هذا ما نقول، حتى يقول لي مول الدار خلي الله يهديهم، حتى ما خرجوني من ديفا الصالات لك ضحك، فهمي؟ كي يقعد عند تيقا يطيح ما قاعدة انت وبنتك ولا انت وولدك ولا واش من مش منعيشه، ما خلاوش احترام بيناتكم. كاش قاعد الاحترام هذا، بارك الله فيك، ربي يخليك. الله يهديهم وان شاء الله يسبوا ربي، يسبوا الناس، الناس يسبوا كذا جامع يصلوا يا خويا، يعني نصلي. الله يبارك ما شاء الله خويا، رانا دايرين حملة ما تسبش ربي في شوارعنا، عطينا كلمة. السلام عليكم، انا ماذا بيا هاد الجينيراسيون صعيده ما تخرجش كيما الجينيراسيون اللي فاتت، وماذا بينا ليديوكاسيون المعلمين يطلعوا لنا جينيراسيون شابه بلا تطيح بلا افات اجتماعيه اخرى، وماذا بيا فاني لي بارون فاني يعسوا ولادهم لو ماكسيموم، يربوهم يعرفوا كيف يمشوهم يعرفوا كيف يربوهم، وهنايا راني معاك خويا في هذه الحفله، وان شاء الله ربي يجيب النتيجه ان شاء الله، ان شاء الله يكون عندنا الوعي الفكري والوعي التربوي. ان شاء الله ربي يشوفوا ان شاء الله مجتمع في الاطار، نشوفوا مجتمع نظيف، مجتمع متربي، مجتمع نقي، حاجه مفيده بزاف لينا حنا. شكرا لك. مليحه مليحه اخويا، هذه فكره شابه الله يبارك، عجبتني بهذه، ان شاء الله ان شاء الله نكونوا قدوه للغاشي هذو، ان شاء الله يفهموا الرساله هذه، ما تسبش ربي، هذه باينه نورمالمون بلا ما نقولوها لهم، بلا باينه في الدين، يحل الكتاب يقرا ما تسبش ربي، دوك انت كي تسب ربي علاه؟ فهمني اخي، كان اللي يروحوا باللي واعر، كان اللي يبان باللي محسوب، مانيش عارف كيفاه يفهموا، بصح ما موش مفهوم هذا، ابليس ابليس كما قال لك، رغم الكفر تاعو وملعون الى يوم الدين، وما سبش ربي، قال لك كي خاطب ربي يقول بعزتك وجلالك، فهمني اخي، ما تسبش ربي، ما راح تفيدك والو، تزيدك اثم على الاثم هذه، ولنا نحشموا راك شايف. والله ما تضر مع امك ولا بويك ولا اختك ولا اخوك ولا، مانيش عارف كيفاه يخموا هذه، وان شاء الله ان شاء الله كما قال لك انا لا امه مسلمه، فهمني بلا نورمالمون بلا ما نهضروا ضد الصوالح، ومانيش عارف ان شاء الله يا خويا شنقول لك عزيزي، شنقول لك ما تسبش ربي، بارك الله فيك، ما تسبوش، يعطيك الصحه. السلام عليكم. عيب عليكم، والله لا عيب عليكم، خلي الناس يفوتوا كيما هاك ويسمعوا في ذوك الكلام مالو، كون يجي كلام مليح كون جاي كلام طيب، بصح راك تعير في ربي، وربي هو اللي خلقك وانت قاعد تعير فيه، والله لا عيب، عيب كبير، كون يجي تسبه كيما قال لك خويا، كون يجي تسبه بالك زعما يسامحك ربي، بصح راك تقولها غير هكا وصافي، ان شاء الله ربي يغفر لك ان شاء الله، و مع الشيطان. هذا السيجي تاع سب الرب حاجة عظيمة، أنا ما نعرفولاش، حاجة سب الرب
بس باباه يتهز العرش. بصح هنا هذه كلمه ما نعرفوش كاع قيمتها وما نعرفولهاش بزاف. مي يكون واحد يدور بيك ولا كاش حاجه ولا ما على باليش تكبر حتى ايماجيني تم الخالق تاعك، ماشي امر مؤسف. يا تفكروا مليح باللي هذا الرب هو اللي خلقنا. صامي تتبع ما مهما لحقت بيك الظروف ومهما لحقت بيك المعيشه تاعك، دائما نقول الحمد لله، ماشي تتبع الخالق تاعك. واللي نقول لكم في الاخر ماذا بكم ما تتبعوش الرب. تتبعش ربي الله يعطيك الصحه والحسن. ما تتبعش ربي خاوتنا، راكم سمعتوا الكلام، ما تتبعوش ربي ودوا الكلام تاعي بعد رجع. اذا حملتنا ما زالت متواصله اللي هي ما تسبش ربي. درنا في ولايه تيرت ودينا بعض من انطباعات الشباب والكبار والنساء. كل واحد كيفاش كان الراي تاعو، بين بلي ما عجبهمش كاع الحال. يا جماعه والله دينا نتاسف 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 كثيرا. دروك ما تقدر تدور مع امك، ما تقدر تخرج مع اختك، ما تقدر تخرج مع الزوجه تاعك، حتى مع انسان يكون قريب ليك ولا يكون استاذ معاك ولا تعطيك توقف معاه في الشارع. علاش؟ سب الرب هذا ماشي حاجه كبيره، حاجه عظيمه يا جماعه. اذا كملنا مع حملتنا اليوم، نخليكم وبارك الله فيكم. قبل ما تنساو يا جماعه، ما عليكم الا ديروا لنا جام ابوني للصفحه ودعمونا انتم فاني ناس تيرت، ما تبخلوناش، كونكم في الموعد. يعطيكم الصحه.